راجلي طلع مع طلعوا للبلاد الاولاد مع بعضهم، صارت الثوره هذه معناها يجروا هما ماشيين معناها جيروا يا اخي، وراجلي تضرب معناها بكرتوشه، ضربوه بكرتوشه ورموه في جبانه في حفره، قعد ينزف بالدم غاديك ورموه في الحفره باش ما يهزوهوش، معناها قعد ينزف ينزف، من بعد طليقة جاو بعد رجعوا له هزوه للسبيطار مجاز الباء، هزوه نحوا له الكرتوش وقعدوا يبحثوا فيه، قالوا له انت حرقت البلدية وانت حرقته، قولوا ما حرقتش، ما قولوا له انت اللي حرقت البلدية هكا. هو معنى رجلي ما حرقش، رجلي معنى ما هوش ماركة مشاكل، معنى ملي عرست بيه ما ضرني، لا جبت منه خمسة صغار ما ضرنيش، معناها عندي مريم ويوسف وهاجر ورانيا، هاجر تخرجت لي سنة قاعدة ورانيا باك، وليد صغير خامسة ابتدائي، ولدي هذا تو في السجن هو وانا تعبت نزيد كملت عملية عشان نجم نخدم. خمسة صغار خلهم لي ومحكوم بشغل شاقة، بشغل شاقة محكوم ورموا في سجن برج الرومي، بعد ما نحولوا الكرتوش هذي قاعد رموا في السجن، قعدوا يضربوا فيه وعملوا فيه شي حب، وهو ديما يحكي لي كل شيء، ديما يحكي لي ملي خرج من الحبس خرج مريض، معناه مني لي معناه ضحية، اني ضحية معناه الخدم الكل خدمتهم عليه، الخدم الكل نطيب خبز مليه نبدأ ندور بيه في السوق، نبدأ نبيع بالخبز. نسمع الكلمة الخايبة ونسمع الكلمة باهية، نيمة طالبة شاي، نحب ولدي يخرج هو الكبير يخدم عليا، أو نظيف ما عندوش حتى مشاكل، ما لا سرق لا خطف، توا ولدي محكوم 7 سنين، أنا مازالو كنت تدبوني معناها دخلت على العفو هذايا، نمشي ناخذ قرض، نمشي ناخذ قرض من شهريتي. صرفت الكل محامين على ولدي، ما أنا ولدي ما عمل شيء، ما عمل حتى شيء، وحتى محامي موقف معه وخرجهولي، أنا بنتي باك مسلمة فيه، بنتي الأخرى تخرجت قاعدة بطالة، ولدي الصغير كيف كيف على جال خوه بطل القراية، ما عادش حب يمشي يقرأ، هنا نخدم مكيك عليهم صدقوني، جو تشوفوا جو تشوفوا حالتي كيفاش. أنا ما طالبة حتى شيء، تعاونوني على ولادي، تخرجوا لي ولدي هذا هو معناه الكبير، هو اللي يخدم عليا يعاون فيا، صدقوني أنا تو محطمة أنا وولادي،